وحشد الرسول أصحابه لمحاصرة بني النضير بعدما أرسلوا له يستهزئون به ويرفضون دعوته للمغادرة، وتجلت سماحة وإنسانية رسول الله في نصائحه للصحابة بعدم قتل شيخ أو طفل أو امرأة من بني النضير، وعدم اقتحام المنازل، وأن يقتصر الأمر على الحصار فقط حتى يذعن يهود بني النضير لرسول الله والمسلمين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وحاصر جيش المسلمين بني النضير 6 ليال كاملة. وانتصر الإسلام مرة أخرى، وأذعن يهود بني النضير لرسول الله وجيش المسلمين، وغادروا إلى خيبر وغيرها من الأماكن. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الإسلام ضد الغدر والخيانة.